تعرف ان الجاكيت اللي انا لابسه ده اللي هو الجينز اللي جامد جدا جدا ب150 جنيه بس. انا لما لقيت العرض ده قلت لازم اطلع اقول لكم الحوار ده عشان تلحقوا اللبس بتاع الشتاء اللي هو ب150 جنيه وكده. وعلى فكره يعني نصيحه مني، لو انت عايز تشتري لبس الشتاء كويس جدا جدا وسعر رخيص اشتريه اخر الشتاء او في الصيف، ولو في الصيف هيبقى العكس تشتريه في الشتاء او في اخر الصيف علشان تاخد السيل المظبوط. فانا هقول لك دلوقتي ازاي جبت ده ب150 جنيه بس مع حاجات تانية كتير جدا جدا. لف كده معايا تعالى. انا عايز اقول لك ان كل اللي معايا ده هنا ب150 جنيه بس، واي بنطلون هتشتريه من هنا هيبقى ب100 جنيه بس. انا شايف ان دي اكتر صفقه مربحه حرفيا. تعال كده مثلا ناخد اي حاجه عشوائيه، مثلا هناخد ده، بص عامل ازاي، بص الخامه عامله ازاي. ولو جيت خدت بالك سيلفر سنت هنا اصلا المحل ده هو اللي بيصنع اللبس ده كله، يعني مش بيجيبه من بره او مش بيجيبه من العتبه والكلام ده، لا. لو جيت خدت بالك في كل حته حرفيا في اي حته من هنا هتلاقي مكتوب عليها سيلفر سنت. ده برده الظهر بتاعه، يعني اي حاجه عشوائيه مثلا عايزين اي حاجه، مثلا اللي انا كنت لابسه ده تعال اهو، بس برده الدنيا ماشيه ازاي، حلو جدا جدا. والجينز بتاعه حلو قوي قوي، يعني الخامه بتاعته مش ان هي تتقطع وكده او مثلا بشباله اللي هي بايظه والحاجات دي، لا الحاجات دي جديده ما اتلبستش قبل كده، انت اول واحده هتلبسها. لو جيت خدت بالك بقى، يعني بص انا عايزك مثلا تجيب لي برده الحاجات دي، الحاجات دي جامده جدا جدا. اكتر حاجه برده عجبتني هنا البمبايه دي، بص البمبايه دي برده سيلفر سنت، كل المقاسات اللي انت عايزها، كبير صغير، لو انت تخين لو انت رفيع، كل الحاجات دي هتلاقيها هنا. بصراحه انا لما جيت شفت العرض ده قلت لازم اطلع في فيديو اقول لكم عليه، عشان انا اكيد مش هستفاد لوحدي، او انتوا برده متعودين برده معايا ان انا بقول لكم كل الحاجات الرخيصه يعني. ففكره ان اي جاكيت من دول ب 150 جنيه واي بنطلون من هنا ب 100 جنيه، يعني بص يعني سيب بس برده الحاجات دي ونيجي مثلا عند اي بنطلون، اي بنطلون في المحل ده ب 100 جنيه بس. بص البناطيل شكلها عامل ازاي، ده مثلا بنطلون اللي ما بيحبش المقطع، في هنا برده ده برده مقطع، انا عايز مثلا حاجه تكون ساده للناس اللي ما بتحبش المقطع. بصوا ده ساده وحلو جدا جدا وب 100 جنيه. بص الخامه عامله ازاي، في منه بقى كبير وفي منه صغير وكده، يعني انت لو تخين شويه او رفيع وكده كل حاجه موجوده. في برده يعني بص انا شايف حاجات كتيره ومش عارف ابدا منين اصلا. تعالى بص على الحاجات دي، بصوا الجاكيت ده شكله شياكه قوي قوي قوي، ازاي اصلا ده ب 150 جنيه بس؟ انا مش فاهم ازاي بصراحه، يعني مش عارف ازاي عاملين السعر ده، ولكن هتلاقيني بتمحور برده في الفيديو كله ان هو ب 150 جنيه. معلش انا الجاكيت زي ده، معلش اللي بيتصور بس، الجاكيت زي ده لو انت هتجيبه من بره هتجيبه بكام؟ 350 مستريح جدا، يعني بص اصلا الخامه بتاعته كويسه جدا جدا، سوسته. لو مش حابب السوسته في منه اللي هو بالزراير اللي هو ده الناس اللي ما بتحبش السوسته يعني والكلام ده، ففي ده وفي ده. طب انت مش حابب اصلا الجينز خالص بقى وعايز مثلا حاجه تكون جلد، طبعا مفيش طبعا جلد طبيعي ب 150 جنيه، ولكن في حاجه مثلا زي دي جلد شكله حلو جدا جدا، في برده منه اشكال ثانيه هبوريكم الشكل الثاني بتاعه، هدور كده عليه. 150 جنيه يا جدعان، ده ب 150 جنيه سيلفر سنت. كل الحاجات اللي هتيجي تشتريها هتلاقي مكتوب عليها سيلفر. انت حابب تشوف ايه تاني مثلا؟ ايه مثلا حاجه حطت ده مثلا؟ مثلا لو جيت خدت بالك يا بص برده سيلفر سنت، اي حاجه من هنا ب 150 جنيه، مش عارف والله اجيبها لك ازاي، بس حرفيا انا حاولت ان انا اجيب لكم عرض اكبر، ان انا مثلا اللي يجي من طرف كريم عفت يقول له فيديله خصم زياده وكده، ولكن حسيت انها ببجح شويه، اللي هو فكره اصلا اي حاجه ب 150 فاللي هيجي هيقول له ايه يعني. فانت لو جيت قلت له انت تبع كريم عفت او ما قلتوش انت تبع كريم عفت هيديك اي حاجه من هنا ب 150 جنيه واي بنطلون ب 100 جنيه. هقول لكم العنوان اهو، عماره بترول احمد عرابي المهندسين، اللي عارف المهندسين احمد عرابي وكده يعني عارف ان في منطقه اسمها عمالي بترول، فانت اسال على محل اسمه سيلفر سنت. اي حاجه هنا ب 150 جنيه واي بنطلون ب 100 جنيه. الحاجات دي طبعا مش هقول لكم الفتره محدوده، ولكن انا عارف ان انا اول ما انزل الفيديو ده في ناس كتيره جدا جدا هتيجي تجيب الحاجات دي، والشغل زي ما انتم شايفين كده قدامكم الشغل ده بس، والشغل بس اللي محطوط هنا وهيخلص وخلاص كده، هيبدا يدخل بقى في حاجات الصيف والكلام ده. فالحق العرض وانزل هات الحاجات دي لو انت عايز تجيب لبس شتاء. هتقول لي الشتاء قرب يخلص وكده، ولكن لو انت اصلا عايز اصلا تجيب لبس شتوي، انا بعمل كده اصلا، انا بجيب لبس الشتاء في اخر الشتاء لما يكون خلاص الشتاء خلص والكلام ده، عشان بيبقى في سعر مخفض جدا جدا، او في الصيف لو في محلات عامله لبس شتوي في الصيف بيبقى سعرها رخيص جدا جدا. لو انت اصلا جبت الحاجه دي في الشتاء او قبل الشتاء هتوقف معاك ب 350 جنيه 450 جنيه، انا بقول لك ان انت هتجيبها ب 150 جنيه بس. انا جبت اصلا من هنا وقلت لازم اقول لكم العرض ده عشان تستفادوا معايا. فاي حد عايز العنوان، اي حد عايز يعرف اي حاجه اكتب لي تحت في الكومنت، وحاول برده اكتب برده تحت في الكومنت برده العنوان بتاعه بالظبط اللي عايز يعني يجي والكلام ده. انتوا شوفوا الحاجات دي قولوا لي بقى رايكم، شير في كل مكان، لايك في كل مكان، عايزين نوصل ل 100,000 في اقرب وقت، وعايزين نيجي نخلص الحاجات دي كلها اللي هنا كالعاده. دوس يا كوتش، السلام عليكم.